Hello, I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. السلام عليكم. في الليكشر الثاني من السيشن الثاني من مادة الريبرودكتيف سيستم راح ندرس بيه إن شاء الله المنستروال سايكل. زين، راح ندرس أول شيء على فيديو من أوزموز، وبعد ذلك نروح إلى الملزمة وندرسها ونشوفها شبيها ما بيها. المنستروال سايكل بالبداية هي الأحداث اللي تمر بيها الأنثى من الإباضة لحد إذا أكو برجنت أو ما أكو برجنسي. تمام، تتكون منين؟ عندني أوفاريز، هاي ندري بيها، والإندوميتريوم. الإندوميتريوم اللي هو الطبقة الداخلية مات اليوترس، تتكون من طبقة بيس وطبقة سميها بالفانكشنال. شنو البيس وشنو الفانكشنال؟ الفانكشنال هي الطبقة اللي راح تولد بيها التغيرات، لأن هاي طبقة بتأثير البروجستيرون والأستروجين راح يصير بيها تغيرات، راح يصير بيها ثيكنينج، راح يصير بيها بلاد فيزل هواي في حال تتهيئ المن إذا أكو فد جنين راح يجي لهنا. لذلك نسميها هاي فانكشنال، يعني هي اللي راح تشتغل. تمام، فهاي راح تتطور بمرور الوقت، تكبر اذا انفرز البروجسترون والاستروجين، راح تكبر يصير بيها بلاد فيزل هواي. تمام، يصير بيها افرازات هواي، تكون جلانديولر على موتيف سكريشن هواي في حال انه تستقبل الجنين الداري. لكن اذا ماكو جنين راح تتهدم هاي الطبقه. من تتهدم هاي الطبقه راح تنزل عن طريق اللي هو نسميه احنا بالمنسترول سايكل. زين، نكمل. يقول عندي اثنين من شو اسمه السايكلات. اول سايكل نسميه بالاوفيريان سايكل، اوكي، والثاني سايكل نسميها باليوتراين سايكل. الاوفيريان سايكل شنو معناها واليوتراين سايكل شنو معناها؟ الاوفيريان سايكل اللي هي يصير بها ديفلوبمنت او ذا فوليكول. يعني شنو هو؟ يعني اكو فوليكول هنا اللي هي تحتوي على الاووسايت، راح يصير بها تطور عن طريق فراز الاف اس اتش والال اتش، هاي اللي اخذناها بالسيشن الاول باللكتشر الاول، العفو بالسيشن الثاني. زين، ويصير اوفيوليشن. من يصير اوفيوليشن تجي البيضه، تجي البيضه لحد الامبوله. خلاص، هذا نسميه بالاوفيريان سايكل. نجي الدور المندور لليوتراين سايكل. اليوتراين سايكل انه بهاي المرحله راح تتم افراز هرمونات اللي هي البروجستيرون والاستروجين. هذه البروجستيرون والاستروجين ايش راح تسوي؟ راح تؤدي الى تهيئه جدار الرحم اللي هو الاندوثيليوم، راح تثخنه، تسوي بيه ثيكنينج، راح تسوي بيه افرازات، راح تزيد بيه البلاد فيزل اللي هي السبايرال ارتري. تمام، على مود تهيئ هذا جدار الرحم المن للجنين. فاذا اكو جنين خير على خير، ماكو جنين هذه التغيرات اللي صارت كلها راح تتهدم. من تتهدم تنزل على شكل بلاد، على شكل فد شيدينج المن لهذه الطبقه مالت الخلايا. فخلينا نبلش احنا هسه لما راح نشعل المنسترول سايكل اللي بشكل عام. زين، اكثر شيء على اليوتراين سايكل. شو يقول هنا؟ يقول بالبيبرتي. تمام، هنا بالفتره الاولى، الفتره او المنسترول سايكل شنو هي؟ هي كليتها 28 يوم. تمام، يعني من تصير المرأة 9 سنوات هي تصير يعني البلوغ مالتها، فراح تمر تبدي تمر بما يعرف بالدورة الشهرية مالتها اللي هو تمثل 28 يوم. يعني كل شهر يصير بها هاي الأحداث تتكرر لحد المينوباص. المينوباص اللي بعد ما انتهت البيوض، بعد ما تطلع بيوض، هذا نسميه مينوباص. معناها شنو؟ معناها بعد ما عندها منسترول سايكل. زين، هذه 28 يوم شلون راح تتقسم؟ راح نجي نقسمها الى 2 فيز. هسه راح نجي ناخذها. تمام، حسب الفيديو. اول 5 ايام تقريبا او 6 ايام اللي هنسميها بفتره البليدنج، اللي هي تجي يعني كل شهر على الفيميل البليدنج، راح يصير اكو بليدنج. اوكي، زين، وراها هذه المنطقه اسميها بالاوفيوليشن. هسه راح نجيها، بس انت ركز لي هنا كل كلمه وياها. هاي هنا اللي هو يوم 14 ويوم الاوفيوليشن. تمام، من يوم 6، شوفوا هاي كليتها من يوم 1 لحد الاوفيوليشن اسميها بالبري اوفيوليتري، وهاي اسميها بالبوست اوفيوليتري. شنو بري اوفيوليتري وشنو بوست اوفيوليتري؟ هذه يسمون الاوفيوليشن هو هنا المنطقه او اليوم اللي راح تصير بيه اباضه، يعني الاوسايت تخرج من الفوليكول وتدخل بفالوبين تيوب على مود تروح تنتظر السبيرم على مود تلقحها. بيا يوم بيوم ال14. ال13 يوم اللي قبل يوم 14 اللي هاي كليتها نسميها ما قبل الاباضه بري اوفيوليتري، او سميها بالفوليكول فيس. هسه راح ناخذها بعدين الاسم الثاني مالتها. زين، ليش سموها فوليكولار فيس؟ فوليكولار فيس لانه البيضه بعد بداخل الفوليكول ما طلعت، فسميها بالفوليكولار فيس. اوكي، والمده اللي تكون بعد الاوفيوليشن نسميها بالبوست اوفيوليتري فيس، او الاسم الثاني مالته اللي هو اليوتيال فيس. ليش اليوتيال فيس؟ لانه بعد ما صارت عمليه اوفيوليشن وطلعت البيضه للفالوبين تيوب، ايش بقى مكانها؟ بقى مكانها الكاربس ليوتيوم اللي هو الجسم الاصفر. فلذلك قمت اسمي هاي الفتره مرحله الجسم الاصفر اللي هو اليوتيال فيس. اوكي، زين،
باليوتيال فيس يعني هسه بعد ما طلعت الفوليكول منها ونضجت الفوليكول طلعت الفوليكول صار عمرها 14 يوم نضجت الفوليكول صار بيها اوفيليشن طلعت البيضة. من طلعت البيضة ايش راح اشوف؟ راح تنتظر تقريبا يوم هل اكو سبيرم لو ماكو سبيرم على مود تتلقحها. خلال هذا اليوم وخلال هذه الايام اصلا راح ينفرز البروجستيرون والاستروجين على مود شنو هو يهيئ الجدار الرحمي يسوي بيه ثيكنينج يسوي بيه بلاد فيزل تمام. فراح ينتظر هذا يعني هذه التطورات او هذا الثيكنينج وهذا البلاد فيزل راح يبقى لمده تقريبا 14 يوم بعد يبقى موجود يتهيئ خاف اكو جنين موجود. ماكو جنين بهاي الحاله كليته راح يتهدم خلال 5 ايام. هذا الثيكنينج اللي صار والبلاد فيزل اللي طلعت جديده راح تتهدم باعتبار قصيناها وطلعناها نظفنا الرحم لانه ماكو جنين. فهذا تطلع على شكل بلاد المن الى الخارج عن طريق المنسترول سايكل او باسم المنسترول سايكل. زين هذه هسه الفكره وضح لكم اياها. هاي قلت لكم اسمها الفوليكولار فيس. ليش؟ لان اكو عندي فوليكول بهاي الحاله اللي وش تحتوي له؟ تحتوي له على مرحلتين، مرحله المنسترول اللي هو مرحله النزيف تمام، والمرحله الثانيه اللي هي البرولايفريشن اللي هي نفس البرولايفريشن نفسها اللي الفوليكول من تنمو من تنمو تنمو تكبر 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 على ما يصير بيها اوفيليشن بعدين تمام، اللي هي هذني مرحلتين هذه المنسترول وهذه البرولايفريشن. اليوتيال فيس اللي هي مرحله السكريتوري سكريتوري يسمونها. ليش سكريتوري؟ لان اليوتيوم الكاربس اليوتيوم هو اللي يفرز البروجسترون والاستروجين تمام الهرمونات الجنسيه هو اللي يفرزها فلذلك يسميها بالسكريتوري فيس. اوكي زين نيجي لمن الفوليكولار فيس. الفوليكولار فيس يبدي من اليوم الاول اوف منسترويشن اليوم الاول من منسترويشن اللي من ساعه اخذناه تمام الفوليكولار فيس كليته. لكن الفوليكول او البرولايفريشن البرولايفريشن تبدي من اليوم السادس تقريبا. شلون ما اخذناها دقائق هنا شوفوا هو كليته تبدي من اليوم الاول لحد يوم 14 هذا الفوليكولار فيس. لكن من يوم 6 تقريبا الى يوم 14 وتكون عمليه برولايفريشن. تقول حسن شلون هذه هاي العمليه شلون تصير؟ انا اقول لك شلون. احنا مو قمنا نهدم بجدار الرحم بهاي الفتره اللي هو اول 5 ايام نقول نهدم بجدار الرحم. من هدمنا بجدار الرحم راح اسوي المبيض المبيض بنفس الوقت جاي يكون بيضه جديده تمام. خلينا نرجع لهاي الصوره اللي بالبدايه مال التشريح يمك هنا. شوف هنا احنا مو هيئنا جدار الرحم اوكي وسوينا بي ثيكنينج وذن السوالف ما اجى جنين. من ما اجى جنين بهاي الحاله ايش راح يصير؟ راح احدم هذا كله تهدمه ويطلع عن طريق منسترول سايكل تمام. احدمه من يوم واحد الى حد يوم 5 او يوم 6. من ضمن يوم واحد لحد يوم 5 و6 انا قمت اكون هنا شنو هو؟ اكون هنا فوليكول اكون فوليكول لحد يوم 14 تبيض تبيض شنو هو؟ يصير بيها اوفيليشن. فهاي الاوفيليشن تجي لي الاوفا تجي لي هنا تمام وتتكرر هذه العمليه ان شاء الله واضحه. نقدمها تمام. هذه اخذناها هسه. شو يقول؟ يقول فوليكولار فيس تبدي من اليوم الاول اوف منستروشن هو من اليوم الاول. يقول ويكس 1 اور 2 اوف ذا 4 ويكس سايكل يعني اسبوعين منين؟ من الاربع اسابيع لان هو الشهر رجال الشهر اربعه اسابيع فهو يمثل لي نص المده نص الشهر اللي هو 14 يوم يعني اسبوعين. وضحت السالفه؟ من هو هذا الفوليكولار فيس؟ شو يقول؟ شلون راح يصير هذا الفوليكولار فيس؟ يقول انه الهايبوثالاموس الهايبوثالاموس تفرز لي هرمونات توديها اما للانتيرال بيتوتري جلاند اللي هو الجونادوتروفين هرمون جونادوتروفين ريلايزنج هرمون راح يجي اما للانتيرال بيتوتري جلاند راح يؤدي الى افراز الفوليكولار ستيمولايتنج هرمون اللي هو الاف اس اتش وكذلك اليوتينايزنج هرمون اللي هو الال اتش. ونتذكر احنا الاف اس اتش هو وظيفته شنو هو؟ نمو للريبرودكتيف سيستم راح يحفز نمو الفوليكول على ما نوصل عمليه اباضه. والال اتش راح يؤدي الى شنو هو؟ اول شيء يسوي عمليه اباضه وثاني شيء يعمل على زياده افرازات الهرمونات الجنسيه مثل البروجسترون والاستروجين عن طريق تاثيره على من؟ على الكوربس ليوتيوم. طخت السالفه لحد الان؟ زين نكمل هسه. هنا شوف يقول لك افتر بيوبرتي ريلايزنج ان بلسز تفرز على شكل بلسز تذكرون اخذناها بالليكتشر الاول تمام. وهنا الاماونت مالتها الاماونت يعتمد على من؟ يعتمد على الار اتش. يعني شنو هو؟ يعني هذا جي ان ار اتش كميته راح يؤدي الى شنو؟ راح يؤدي الى افراز الاف اس اتش والار اتش. كلما زاد جي ان ار اتش راح يزاد الاف اس اتش والار اتش، كلما قل هذا يقل هذا، هيك يعني تناسب طردي بيناتهم. فهذا الاف اس اتش والار اتش راح يجون ياثرون على من؟ على الاوفري. هذا الاوفري راح يؤدي الى انشاء الفوليكول، تطور الفوليكول، هذا الفوليكول. هذه الفوليكول تمر بمراحل، هذه شو نسميها؟ شوف هنا بهاي المرحله الفوليكول اول ما تطلع من
تطلع يعني توها تنمو نسميها بالبرايمري فوليكول تمام، ايش تحتوي؟ تحتوي بداخل على برايمري اوسايت اللي هو هاي بعد توها يعني برايمري اوسايت، تحيطها انواع من الخلايا اللي هي هاي الخلايا اسميها بالجرانيولوسا تمام، وهاي الطبقه الخارجيه اسميها بالثيكا سيل. هاي مكونات الفوليكول بالبدايه. هاي الفوليكول راح تتطور بعدين، هسه راح يعني تراكيبها تختلف، يعني راح يصير اكو انترال فيس اللي هو تكون الانترال اذا تذكرون اخذناه، والدور البري اوفيوليتري فيس، والدور اليوتيال فيس، هاي كلها راح تمر بها الفوليكول. اوكي شو يقول؟ يقول اوفيريان فوليكول كومبين تو جرو فاستس، يعني هاي الاف اس اتش والال اتش راح تؤدي الى التاثير على الاوفري، وبالتالي راح يؤدي الى زياده نمو او تسريع نمو الفوليكول على مود يصير بها اوفيوليشن. نكمل. تمام، اجت الفوليكول. هذا الفوليكول بالفيرست اول 10 ايام هو جد الفوليكولر فيس 14 يوم، فيقول اول 10 ايام تمام اللي هي 5 ايام خاصه بالنزيف تمام، و5 ايام هذا اللي بعدها بعد النزيف اللي هو من يوم 6 الى يوم 10. فهاي ال10 ايام كليتها يقول انه هاي الثيكا سيل شو راح يصير بها؟ راح يتصل بها الال اتش، هاي اخذناها سابقا، هاي الثيكا سيل راح يتصل بها الال اتش. من يتصل بها الال اتش راح يجيب، راح يجيب الكوليسترول. من جابت الكوليسترول راح تحوله لمن؟ راح تحوله الى مثل ما تذكرون الى بروجسترون، والبروجسترون راح يتحول الى اندروجين، او هنا الاسم الثاني اللي هو الاندرو سينوديون تمام. هذا الاندروجين او الاندرو سينوديون راح يتحول لمن؟ راح يتحول الى تستوستيرون، والتستوستيرون راح يروح يدخل لمن؟ راح يدخل الى الجرانيولوسا سيل اللي هي هاي، شوفوا هاي الجرانيولوسا سيل من يدخل لها راح يتحول لمن؟ راح يتحول الى استروجين. شوفوا هسه عن طريق انزيم يسميه بالاروماتيز اللي هو راح يحول لي الاستروجين المن الى استروجين. طاخات الاستروجين اللي هو نفس الاستروجين ترى، بس هذا الاسم الثاني مالته او شكل ثاني من عنده. فهسه هنا موضح لك اياها بشكل مختصر، احنا بالليكشر الاول اخذناها بشكل معمق انه الار اتش يتصل بالثيكا سيل يطبب الكوليسترول، الكوليسترول راح يتحول المن؟ راح يتحول الى بروجسترون، البروجسترون راح يتحول الى اندروستيديون اللي هو اسم نفس الاندروجين، الاندروجين راح يتحول الى تستوستيرون، التستوستيرون راح يروح يدخل المن؟ الى الجرانيولوسا سيل، الجرانيولوسا سيل راح يتصل بها الاف اس اتش، الاف اس اتش راح يكون لي انزيم اسميه بالاروماتيز، الاروماتيز راح يؤدي الى تحويل التستوستيرون اللي دخل الجرانيولوسا سيل عن طريق اللي جاني من الثيكا سيل ودخل الجرانيولوسا سيل راح يحوله المن؟ راح يحوله الى استروديول اللي هو الاستروجين. حلو، هاي خلصنا من عندها. فهسه تكون عندي استروجين، فهذا دليل على شنو؟ دليل على انه الال اتش قلت لكم وظيفته يؤدي الى تحفيز افرازات الهرمونات الجنسيه. فهسه شوف ادى الى تحفيز افراز الاستروجين اللي هو هرمون الاساس تقريبا. فهذا الاستروديول راح يؤدي الى الفوليكل جروث، راح يؤدي الى شنو؟ زياره الفوليكل جروث بهاي الحاله زين تمام. زين، فهذا راح يؤدي الى زياره الفوليكل جروث. فمن يطلع الاستروجين، هذا الاستروجين يعتبر شنو؟ هو تركيزه انترميديت. تذكرون اول 10 ايام تركيز الاستروجين انترميديت، فهذا الانترميديت راح يؤدي الى تكون نيجاتيف فيدباك على ما على اف اس اتش والال اتش، وكذلك على الجونادوتروفين هرمون. تذكرون اخذناها بالليكشر الاول. لكن من يوم 10، من يوم 11 الى يوم 14، او من يوم 12 الى يوم 14 راح يبدي الاستروجين يزداد افرازه، يزداد افرازه الاستروجين. زين، من يزداد افراز الاستروجين راح يصير هاي كونستريشن. اذا صار هاي كونستريشن ليش زاد؟ ليش زاد افراز الاستروجين؟ زاد افراز الاستروجين على مود شو يسوي؟ يصير هاي كونستريشن. اذا زاد هاي اذا صار هاي كونستريشن بهاي الحاله شو راح يصير؟ راح يؤدي الى التاثير على بوزيتيف فيدباك، مو نيجاتيف، بوزيتيف فيدباك على ما على الاف اس اتش والال اتش. اذا سووا عليهم بوزيتيف فيدباك بهاي الحاله شو راح يصير؟ راح يؤدي الى افراز كميه كبيره من الال اتش والاف اس اتش تمام. نجي للال اتش. اول شيء الال اتش ليش سوينا افراز كميه عاليه؟ سميه بالسيرج ال اتش على مود يسوي له عمليه اوفيوليشن، لانه هو راح ياثر على الثيكا سيل. اذا اجت كميه هواي من الال اتش واثرت على الثيكا سيل راح يؤدي الى شنو؟ هو الى تكون الكولاجينيز اللي هو انزيم يعمل على تكسير هاي الطبقه على مود تطلع الاوفلي برا او الاوسايت. اما الاف اس اتش اللي هم نزاد، هذا راح يجي من جهه ثانيه الانهبين راح يثبطه، فما راح يتكون عندي استروجين، لان هو استروجين اصلا هاي كونستريشن تمام. هذه هم اخذناها بالليكتشر السابق. هذا شوف اللوس صار اكو ليس اوفر ذا اف اس اتش، راح اقلل افراز الاف اس اتش. ليش قللت افراز الاف اس اتش؟ انا اقول لك، لان بعد ما اتكون فوليكول جديده تمام، هو الهاي كونستريشن اوف ذا استروجين راح ياثر له على من؟
على البتويتر على موشن هو يزيد لي افراز الاف اس اتش والار اتش. الار اتش زيدت افرازه لانه اريد اسوي بي اوفيوليشن. الاف اس اتش اسوي بي انا لازم اثبط عن طريق الهنبين. زين ليش اثبطه؟ على مود ما يحفز لي تكون فوليكل ثانيه. دخلنا قلنا حيره بهاي الفوليكل اني خلنا ادور لها سبيرم تخصبها وبذاك الوقت يلا اسوي فوليكل جديده. خلنا نشوف شغلي انه هاي البيضه اللي طلعتها تتخصب لو تطلع عن طريق منسترول سايكل. تمام؟ اذا طلعت خير على خير. تلقحت خير على خير، ما تلقحت اروح اكون الف اس اتش من جديد واسوي فوليكل ثانيه. يعني تتي تتي خطوه خطوه. جيد. هاي الفوليكل with the most اف اس اتش ريسبتور become the dominant فوليكل. يعني يقول انه تحتوي على اف اس اتش ريسبتور على ما تتصل بها الاف اس اتش وتنمو هاي الفوليكل تنمو. تمام؟ هذا اليوتيروس. يقول بالبداية بداية السايكل يعني أول ما يعني قبل أصل عملية الأوفيوليشن الأستروجين والبروجسترون راح ينفرزون منين؟ ينفرزون من الفوليكل. هذا الأستروجين والبروجسترون اللي ينفرزوا أكثر شيء الأستروجين راح يؤدي إلى التأثر على الإندوميتريوم اللي هو الطبقة الداخلية من جدار الرحم. شوفوا راح يصير بها ثيكنينج لأنه راح تتهيأ بلكي يجي جنين. تمام؟ يقول هذه راح يصير بها فانكشنال، هاي الطبقة الفانكشنال راح تتهيأ إنضاف لها بلاد فيزل. تمام؟ وهذا خلنا قليلها شوية ينضاف لها بلاد فيزل صار تثخن بالطبقة مال الخلايا تهيئا إلى هل أكو جنين لو ماكو جنين. إذا أكو جنين خير على خير صار إمبلانتيشن وصار بريجنانسي. إذا ماكو جنين هاي الطبقة اللي تكونت كلها شايفها هاي الطبقة اللي تكونت هاي اللي بلون أحمر هذا راح تنزل عن طريق الفاجينة على شكل دم. تمام؟ هيك على شكل بلاد. هسه راح أشوفها شوف راح أصير بيها شيد طلعت هي هاي المنسترول سايكل. زين يقول من داي 10 الى داي 14 بهاي الحاله ايش راح يصير؟ يقول الاف اس اتش يتصل بالجرانيولوسا. هو هذا ندري بيه الاف اس اتش بالجرانيولوسا والار اتش وين؟ الار اتش بالثيكا سيل. بس يقول لا ركز لي هنا من يوم 10 الى يوم 14 الجرانيولوسا سيل راح ترتبط بالاف اس اتش وترتبط بالار اتش بنفس الوقت مو بس اف اس اتش. ركز لي. تمام؟ زين شنو الوظيفه مال هذه؟ راح يؤدي الى زياده كميه الاستروجين. يعني قبل انا كنت شو اسوي؟ كنت الال اتش شو اسوي الال اتش؟ اربطه بس بالثيكاسيل والاف اس اتش اربطه بالجرانيولوسا. اروح اكون تستوستيرون والاندروجين وين؟ بالثيكاسيل. تمام؟ بفعل الال اتش واجيبه للجرانيولوسا سيل على مود شو اسوي؟ على مود اكون استروجين. بس من يوم 10 الى يوم 14 لا شفت هاي العمليه داتشه. انا لازم شو اسوي؟ لازم ازيد الاستروجين، احتاج ازيد الاستروجين. زيد افراز يعني مو كان ما كان عندي مصنع واحد للاستروجين هسه راح اسوي مصنعين. ايش راح اسوي؟ راح اخلي ال اتش هم يرتبط بالجرانيولوسا، مو كان ما كان عندي مصنع واحد اللي هو فقط يرتبط بالال اتش اللي هو من هو؟ اللي هو الثيكا سيل. هسه راح اخلي الثيكا سيل تشتغل واخلي جرانيولوسا سيل هم تشتغل. ثلاثة نطلع على الاستروجين يعني، فعلى مود يزداد تركيز الاستروجين يصير هاي كونستريشن، والهاي كونستريشن راح يؤدي الى بوزيتيف فيدباك على من؟ على البيتويتري جلاند وكذلك على الهايبوثالامس، وبالتالي راح يزداد عن شنو هو؟ يزداد عندي الال اتش، من يزداد عندي الال اتش على مود اجيب الال اتش اخليه على الثيكا سيل يسوي لي شنو هو؟ الكولاجينيز اللي راح يسوي لي اوفيوليشن، يكسر لي الثيكا على مود تطلع الاوسايت. طخيت؟ فشوف هذا ذن ارتبطن بالجرانيولوسا سيل فصار عندي دبل أو صار عندي هاي يعني صار عندي هواي افراز من الاستروجين. فشوف الاستروجين صعد تركيزه، من صعد تركيزه راح يؤدي شو يسوي لي؟ بوزيتيف فيدباك راح يؤدي الى زياده الجي ان ار اتش، واذا زاد الجي ان ار اتش راح يؤدي الى زياده الال اتش والاف اس اتش. شوفوا ازداد الال اتش والاف اس اتش من ازداد ذني شو يقول؟ يقول بيوم تقريبا 13 14 12 13 اوكي ذن الايام يزداد بهن الال اتش كلش عالي والاف اس اتش كلش عالي. يجي الال اتش يرتبط بالثيكا سيل، ايش راح يسوي لها؟ راح يكسر هاي، يسوي الكولاجينيز، راح يكسر هاي الطبقه، فبالتالي راح تطلع الاوسايت لي برا. اما الاف اس اتش فانا اريد الغيه، اريد اثبطه، فبهاي الحاله يسوي اجيب له الانهبين راح يثبطه. ليش اثبطه؟ لانه انا ما احتاج اكون فوليكول جديده، توني عندي فوليكول انا طلعت توني سويت عمليه اباضه. اوكي تمام طلعت البيضه شوفوها كلا لا 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 ايش زين طلعت بعد شيني خلينا نشوف شو طلع لنا. هاي هي فتره الاوفيوليشن. شو يقول هنا؟ سبايك ان استروجين اوبتيميسيس تشينج ان ذا فيرتلايزيشن.
شو يقول هنا؟ يقول انه highest between days 14 الى 15، يعني الفيرتلايزيشن راح يصير اكثر شيء، لان قلت لكم انا ورا ما صار عمليه اوفيوليشن راح تبقى البيضه تنتظر يوم 24 ساعه، هل اكو سبيرم لو ماكو سبيرم؟ اكو سبيرم تلقحت، ماكو سبيرم راح تموت وتنتهي وتروح. اذا ماتت البيضه راح شنو هو؟ ينهدم البناء، يا بناء اللي هو البناء اللي سوينا فيه ثيكنينج للاندوميتريوم والبلد فيزول، ينهدم عن طريق شنو؟ على طريق نزيف، على طريق نزيف، على شكل نزيف اقصد. تمام زين. هذا قلنا بيها انه الاستروجين اذا زاد الاستروجين راح يؤدي الى شنو؟ ميك فاجينال ميوكوس مور هوسبيتابل هوسبيتابل تو ذا سبيرم، يعني الاستروجين اذا زاد اللي هو فتره الاوفيوليشن بهاي الحاله راح يؤدي للتاثير على مع الفاجينا على ما تفرز لي ثين ثين الجلاين ميوكوس سيرفايكل ميوكوس. ليش؟ قلنا ثين على مود يزحلق السبيرم تقوم تزحلق وبراحه توصل للامبولا اوف دي اوف دي فالوبيان توب على منصب بيها فيرتلايزيشن، والالجلاين على مود يغذي للسبيرم ما يخليها تموت. تمام هذا الشغل الاستروجين. زين هذه نفس اللي تكون بيها فايبريشن فيس نفسها انه الطبقه، شوفوا هاي الطبقه اللي هي الاندوميتريوم صار بيها ثيكنينج، اول شيء صار بيها ثيكنينج وصار بيها بلاد ارتري، بلاد ارتري شنو هو؟ ارتريا جديده بلاد فيزل اللي نسميها بالسبايرال ارتري تكونت عن جديده على مود شنو؟ على مود تتهيئ الى استقبال الجنين. Now right after ovulation يعني يقول بعد الاوفيوليشن ال اتش راح يبقى موجود عالي، فش راح يسوي؟ راح يؤدي الى الارتباط بمن؟ بالثيكا سيل والجرانيولوسا سيل. زين يا ثيكا يا جرانيولوسا، قبل عندي هنا الاوسايت وهاي هي الجرانيولوسا وهاي هي الثيكا. الثيكا قلنا نرتبط بيها ال اتش، هاي من خلصاني من عندها. الجرانيولوسا قلنا من يوم 10 الى يوم 14 راح يرتبط بيها هم ال اتش، وهي قبل يرتبط بيها الاف اس اتش، فمعناها انه الجرانيولوسا سيل راح يرتبط بيها الاف اس اتش والال اتش. اوكي والثيكا سيل مرتبط بيها من هو الال اتش، فراح يبقى الال اتش عالي. ليش عالي؟ لانه راح يرتبط بنوعين من الخلايا اللي هو الثيكا والجرانيولوسا ما بعد الاباضه. فالجسم الباقي بعد الاباضه بعد خروج البيضه الى الخارج شو نسميه؟ نسميه بالكاربوسليوتيوم اللي هو هذا الكاربوسليوتيوم اللي راح يرتبط به الال اتش والاف اس اتش. الال اتش هنا جدا مهم على مود يحافظ على الكاربوسليوتيوم ما يموت، لان الكاربوسليوتيوم كلش مهم راح يؤدي الى افراز البروجستيرون والاستروجين اللي يفيدنا بمن؟ بالحمل. اذا اكو حمل استمر الكاربوسليوتيوم قام يفرز البروجستيرون والاستروجين لحد الشهر الخامس راح يموت الكاربوسليوتيوم وتقوم البلازنتا هي اللي تفرز البروجستيرون. تمام والهرمونات البقيه. زين بينما اذا ما صار حمل ما صار فيرتلايزيشن فالكاربوسليوتيوم راح يموت ورا شو اسمه؟ ورا تقريبا ورا الاوفيليشن بعشرة ايام 11 يوم راح يموت الكاربوسليوثيوم ويتحول الى كاربوس البيناس اللي هو جسم ابيض والدور بعدين يتلاشى ويطلع. طخيت؟ زين هاي الثيكا سيل والجرانيولوسا سيل اللي قلت لكم عليها. هنا يقول ليتر افتر اوفيليشن بعد الاوفيليشن راح يبدي الال اتش يقل اذا ماكو برجنسي، اذا ماكو برجنسي. تمام وقلنا انه الثيكا راح تفرز لي البروجستيرون ورا من؟ شوف الاستروجين يكون نسبته عاليه قبل من؟ قبل الاوفيليشن. ورا الاوفيليشن البروجستيرون راح يكون عالي. ليش؟ راح ناخذها بالسيشن، راح عندي مخطط راويكم اياه بالملزمه. الاستروجين شغلاته شنو هو؟ شغلاته قلنا اول شيء يزيد الثيكنينج، يزيد البلاد فيزل، يفرز لي الجلاين ثين ميوكوس. ليش؟ على مود يساعد السبيرم تطب لي جوا للفالوبين تيوب. اوكي ويزيد الموتايلتي مات الميوميتريوم. ليش؟ على مود هم يدفع لي يقوي الحركه ويدفع لي السبيرم للداخل. لكن البروجستيرون ينفرز يمتى؟ بعد الفيرتلايزيشن. اذا اكو فيرتلايزيشن فينفرز البروجستيرون بعد العفو بعد الاوفيليشن. ليش بعد الاوفيليشن؟ بعد الاوفيليشن ممكن يكون اكو فيرتلايزيشن. اذا كان اكو فيرتلايزيشن معناه ايش؟ راح يصير اكو حمل. فيتوقع البروجستيرون انه اذا صار حمل بعد الاوفيليشن لازم نهيئ الوضع. احنا شلون نهيئ الوضع؟ شلون؟ لازم اول شيء يفعل البروجستيرون. البروجستيرون ايش راح يسوي؟ راح يسوي تاثيرات عكس الاستروجين. اول شيء يعمل على نمو خلايا السيرفكس على مود ينسد السيرفكس اللي هو عنق الرحم، ينسد. اذا انسد بعد يمنع دخول سبيرم جديده، سبيرم واحده كافيه شبع، واحده لقحت وكافي. زين هاي اول شغله. ثاني شغله راح يفرز لي ثيك ميوكس اسيديكيشن، يعني فد يعني اسيد على شكل ميوكس تخين على مود الاسيد يقتل السبيرم الجديده اذا اجت، والثيك يمنعها انه تدخل. طخيت؟ ويقلل الموتايلتي مات الاندوميتريوم والميوميتريوم
يقلل الحركيه مالتهم. ليش؟ على مود يصير اكو ثباتيه بمن بالجنين. اذا صار اكو امبلانتيشن للجنين على مود يصير اكو ثبات لازم اقلل الموتايلتي على مود ما يصير عندي اجهاض ويوقع شنو يوقع الجنين. هذا البروجسترون. في البروجسترون بعد الاوفيليشن يكون اعلى على مود يتهيأ خاف اكو امبلانتيشن. الاستروجين قبل الاوفيليشن يكون اعلى. ليش؟ على مود يزيد الال اتش على مود الال اتش يسوي الاوفيليشن بهذا الشكل. زين فالبروجسترون ايش قلنا احنا؟ البروجسترون هو شو يسوي لي اذا انفرز ورا الاوفيليشن؟ البروجسترون هو قلنا انه هو صديق الاستروجين بالظاهر، لكن بالباطن لا، هو عدوه. يثبط لي الاستروجين، يثبط لي افراز الاستروجين، لان اذا الاستروجين صار ورا الاباضه عالي راح يدمر لي الاول والتالي، راح يزيد الموتايلتي، بالتالي راح يصير عندي اجهاض. زين راح يفرز ثن الجلاين، بهاي الحاله راح يؤدي الى دخول سبيرما جديده. زين انا ما اريد هاي تدخل، فلازم اثبط ورا الاوفيليشن. فمن وين يثبط لي؟ على البروجستيرون. فالبروجستيرون ورا الاباضه راح يؤدي الى تثبيط الاستروجين عن طريق التاثير سلبا او نيجاتيف فيدباك على من؟ على الاف اس اتش. شلون؟ البروجستيرون راح يحفز او من ينفرز من الكاربوسليوتيوم، الكاربوسليوتيوم بنفس الوقت من يفرز بروجستيرون راح بنفس الوقت يفرز لي الانهبين. تمام. البروجستيرون راح ينفرز منين؟ من الثيكا سيل بفعل الالاتش. جيد. زين والجرانيولوسا سيل مو قلنا مرتبط بها الاف اس اتش والال اتش؟ مو لا، الاف اس اتش راح يقل بفعل الانهبين. الال اتش هو مو بقى مرتبط بالجرانيولوسا سيل؟ الال اتش يسوي يعمل على تحفيز افرازات الهرمونات الجنسيه، فراح يحفز الال اتش الجرانيولوسا سيل على متفرز الانهبين. الانهبين راح يؤدي الى تثبيط الاف اس اتش، فبالتالي بعد ما عندي اف اس اتش، اذا ما عندي اف اس اتش بعد ماكو شيء راح ياثر لي على ما على جرانيولوسا سيل. اذا ماكو شيء ياثر على جرانيولوسا سيل معناها شنو؟ معناها استروجين بعد ماكو، يعني هو الاف اس اتش ياثر على جرانيولوسا سيل ويحول التستوستيرون المن الى استروجين. زين اذا ماكو اف اس اتش ما راح يتحول التستوستيرون الى استروجين، فراح يقل افراز الاستروجين. طخيت؟ وهاي جدا مهمه بعد الاباضه. تمام. وورا فتره ورا فتره الالاتشم راح يقل اذا ماكو حمل، واذا قل الالاتش اذا ماكو حمل راح يؤدي الى موت الجسم الاصفر ويتعيشون ويسلمون. زين هنشوف اذا بعد شنو ماكو. هذا البروجستيرون. البروجستيرون راح يؤدي الى تغيرات. اول شيء راح يسوي لي البروجستيرون طبعا يمتى يزداد؟ يزداد قلت لكم ما بعد الاباضه، يعني بيمن باليوتيال فيس. تمام. شو يقول هنا؟ يقول اليوترس جوز ثروف. تمام. والسكريتوري فيس اللي هو اليوتيرال فيس نفسه راح شو يصير بي؟ اول شيء سبايرال ارتري راح تكون كثيره، سبايرال ارتري اللي هو بالاندوميتريوم راح تنمو، واليوتراين جلاند راح تفرز ميوكاس على مود السدلي اذا اكو فد سبيرم جايه او كذا. تمام. بعد اليوم ال15 يقول الويندو فور ذا فيلترايزيشن ستارت تو كلوز، اللي هو هذا شوفها راح تفرز لي سيرفايكال ميوكاس يكون ثيك ويكون اسيد على مود يقتل لي شكو سبيرم ممكن تجيني لي هنا. اوكي. هاي ورام هاي بيوم 15 يعني على مود يتهيئ المن للفيرتلايزيشن. شو يقول هنا؟ يقول كاربوس ليوتيوم ريجوليت ريبليس باي كاربوس البيكانس. يقول اذا ما صار حمل راح هذا الكاربوس ليوتيوم يتحول الى جسم ابيض ويموت بعدين، يعني ماكو حمل، واذا اكو حمل خير على خير. تمام. زين ويقول هذا انه هو شو اسمه هذا الكاربوس البيجانس لا يحل ولا يربط. زين لا يفرز لا بروجستيرون لا استروجين لا كذا، فترجع الهرمونات الجنسيه تثبط كليتها، تقل. من تقل راح تنزل هاي كليتها. شوفوا هذه اللي شوفوا الاستروجين والبروجستيرون باعتبار شنو؟ مو محفزات للثيكنينج مالت الاندوميتريوم. اذا موجودات اكو ثيكنينج، ماكو موجودات ماكو ثيكنينج بالجدار. تمام. فبهاي الحاله شنو؟ بهاي الحاله هذا الثيكنينج هو عباره مثل البسمار اللي مشلب بالحائط، او صوره مشلبينها بيمن بالحائط مات الرحم. من هو البسمار؟ البسمار اللي هو شنو؟ هو البروجسترون والاستروجين. والصوره شنو هي؟ الصوره اللي هو هذا الثيكنينج، والجدار اللي هو جدار الرحم. فاذا ماكو بروجسترون وماكو استروجين معناها وخرت البسمار. ايش راح يصير بالصوره؟ توقع. من توقع؟ توقع على شكل هذا البلد اللي يطلع عن طريق الفجاينة. اوكي، بهذا الشكل. فهذا الكاربوس البيجانس هو عباره عن جسم ابيض لا يحل ولا يربط، لا يفرز لا استروجين ولا بروجسترون، راح يؤدي الى شنو؟ الى خروج هذا عن طريق على شكل دم اللي هو المنسترول سايكل، سميه بالمنسترويشن. زين هسه كويك ريكاب اللي هو فد مراجعه بسيطه. انه قلنا 28 يوم،
28 يوم شبيه هاي 28 يوم تتقسم الى 2 فيز. اول شيء فوليكولار فيز اللي هو بها 2 وعندي الاوفيليشن اللي هو 14 يوم زين، وعندي كذلك شو اسمه الثاني اللي هو اليوتيال فيز زين. الفوليكولار فيز بها قطعتين، قطعه اللي هي مات النزيف اللي هو المنستروشن من يوم 1 الى يوم 5، والقطعه الثانيه اللي هي شنو البرولايفريشن اللي يصير بها نمو المل الفوليكول. اوكي طبعا الفوليكول يتم من اليوم الاول منها تبدي تنمو تبدي تطلع، بس ما تبين الا من اليوم السادس طخيت، لذلك منها تبدي منها نقول يعني هي اثناء المنستروشن اكو فوليكول جديده جاي تتكون عندي هيجي، لذلك كل تسميه بالفوليكولار فيس. والاوفيوليشن اللي يصير بيوم 14 وراها اليوتيال فيس اللي هو يمثل لي مرحله الجسم الاصفر. حسنا نجي هنا للملزمه، الملزمه هذا نفس اللي قلت لكم به، هذا عندي فوليكولار فيس اللي يتكون ورا اول يوم من البليدنج، يعني ايش قلنا البليدنج من يوم 1 الى يوم 5 اوكي. فهو الفوليكولار فيس هو بالاساس ترى يتكون من يوم 1، بس قلت لكم انه ما يبين لحد يوم 6، فلذلك يقول من اول يوم ما بعد النزيف. طاخت السالفه هسه لحد الان زين. هنا هذه كليتها يعني كلام بس تحفظه، ان هنا يصير اكو ديفلوبمنت للفوليكول، الفوليكول تكبر، السبيرمات راح يصير بها نقل الى للداخل داخل الفالوبيان تيوب على ما يصير بها شو اسمه فيرتلايزيشن، وانه يصير بلانتيشن من للجنين اوكي. البري اوفيليشن اللي هي الفتره ما قبل الاباضه اللي هو من يوم 12 الى يوم 14، هنا الار اتش راح يزداد. ليش يزداد الار اتش؟ على مود يسوي له عمليه اوفيليشن يكسر لي الثيكا سيل اوكي. ويقول اكو فد براي بيريد اوف ذا فيرتايلتي، معناها فتره الفيرتايلتي راح تكون قليله اللي هو يوم 1، اكو تلقيح اكو ماكو كافي يلا نطرد هاي كل هاي كل القلاقل نطردها اللي برا عن طريق مستروشن على شكل مستروشن تمام، ويتكون عندي اللي هو الكاربوس ليوتيوم. اليوتيال فيس هو اليوتيال فيس اللي وقت لكم عليه هذا اللي هو مرحله الجسم الاصفر ما بعد الاباضه، الارتش يكون عالي على مود يحافظ لي على وجود الكاربوس ليوتيوم زين. الارتش ايش راح يسوي؟ راح يؤدي الى افراز البروجسترون، البروجسترون راح يؤدي الى شنو هو البروجسترون؟ راح يؤدي الى تثبيط افراز الاستروجين عن طريق شنو هو؟ عن طريق تثبيط الاف اس اتش، وعن طريق انفراز الانهبين اللي هو من الكاربوس ليوتيوم على مود يثبطون الاف اس اتش، وما يكون عندي اف اس اتش ويقل الاف اس اتش ويقل شنو هو؟ يقل الاستروجين بذاك الوقت همينه زين. هنا هذا الفوليكولار فيس نفس اللي قلنا، اول شيء شو يقول هنا؟ يقول انه الفالوبين تيوب يصير بي سيكريشن افرازات على مود يسهل الانتقال البيضه من الاوفري لحد الامبوله، موتاليتي وحركه هم على مود يساعد الحركه، والسيلي هم كذلك من يساعد البيضه على مود تنتقل. الميوميتريوم راح يصير بي جروث ينمو مثل ما قلنا، وموتاليتي على مود شنو؟ على مود يدفع لي شو اسمها هاي نسيت هاني. في حال اكو صار اكو اخصاب، في حال صار اكو اخصاب راح ينزل لي البيضه من فوق اللي هي البلاستوسايت، ينزلها من فوق من الفالوبين تيوب ويجيبها جدار الرحم، هذا الرحم وهذا فالوبين تيوب، هنا صار التلقيح تمام. فراح تنزل البيضه منها عن طريق الحركه التموجيه مالت من مالت الجدار الرحم، تنزل هاي البلاستوسايت على مود تزرع هنا هيجي زين. الاندوميتريوم راح يصير بيها ثيكنينج ويصير بيها افرازات، لذلك يكون جلانديولار افرازات ثيك اسيديكيشن وسكريت ووتر فلويد على مود توصل لي الكونكتيف سبيرم، يعني توصل السبيرمات للداخل. وورا فتره لا اذا تفعل البروجسترون راح يصير اكوثيك على مود تمنع لي دخول السبيرمات. سيرفايكال ميوكس مثل ما قلنا انه يطين ثن الجلاين على مود هم يساعد السبيرم بالدخول، والفاجينال الابيثيليوم راح يصير بها ميتوسيس على مود تهيئ لي شو اسمه الخلايا اللي بداخلها. وش يقول ميدلي ميدلي انابوليك راح يكون نمو قليل، يعني شنو نمو قليل؟ شنو انابوليك؟ انابوليك معناه بناء. ليش؟ انا بنيت منطقه الميوميتر وسويت بها جروث، شوف هنا مو تشوف كلمه جروث ثيكنينج مو لا معناها شنو؟ جاي ابني انابوليك، فيكون ميدلي انابوليك زين. وهذا راح ياثر على السي في اس، ليش؟ لانه تكونت عندي شرايين جديده اللي هو السبايرال ارتري اللي هي بالمنطقه مال الاندوميتريوم، بالتالي راح ياثر على السي في اس، يعني راح يتفعل السي في اس اكثر، راح يصير النبضات ترتفع اكثر والى اخره زين. هذا الرسم اللي قلت لكم عليه مهم، هذا جدا مهم هذا الرسم، حتى تجي من عندي اسئله ركز لي بيه. شوف عندي ذني شو اسمه، عندي هذا الفوليكولار فيس تمام، وعندي هذا اليوتيال فيس، عندي اثنين فيسات اوكي. وعندي هذا اليوم اللي يصير بيه اوفيوليشن، هذا الاوفيوليشن ركز لي هنا. بالبدايه كانت شوف الفوليكول صغيرونه، كبرت شوف هنا هسه هذا اليوم تقريبا باليوم العاشر صارت شنو هو؟ صارت بها انترال فيس، تذكرون هذا الانترال فيس، يعني الانترال متكون هذا اللي بيه سوائل، كبرت الدور هذا البري اوفيليشن
وراها راح يصير بيها اوفيوليشن، وراها بعد ما طلعت البيض راح يتكون عندي جسم اصفر، وجسم اصفر ممكن انه يتحول الى جسم ابيض بعدين. اوكي الحقل الثاني شبيه هذا، التبرشر تزداد بالدوره هاي تعرفونها زين، يعني من فتره الاوفيوليشن لحد ما يتحول الجسم الاصفر الى جسم ابيض، هذه يزداد بيها تقريبا نص درجه، درجه حراره الجسم تزداد نص درجه، درجه كامله تقريبا هيك عاديه هاي يعني فيسيولوجيكال ايفكت. الانتيرا بتوتري جلاند شفرز اللي على اش والاف اس اتش مو لولا الاف اس اتش بالبدايه يكون عالي، ليش عالي؟ لان الفوليكول جاي تتطور جاي تنمو، الاف اس اتش يعمل على نمو الفوليكول، فانا ما دام انمي الفوليكول لازم اف اس اتش عالي تمام زين. قبل الاباضه شو احتاج؟ احتاج الال اش عالي، ليش؟ انا بدي اسوي اوفيريشن يعني متكسر الثيكاسيل وتطلع البيضه اللي برا، ايش اسوي؟ الال اش راح يصعد فجاه اسميه بالسيرج ال اش. ليش صعد الال اتش؟ لانه عندي الاستروجين يكون عالي هاي كونستريشن قبل الاباضه، هنا الاستروجين يكون عالي ماخذ السالفه، فالال اتش بالاوفيوليشن يكون عالي تمام، وراها يرجعون اثنيناتهم يهبطون شويه شويه يثبطون لان بعد ما احتاجهم تمام. بالاوفيرين هرمون اللي هو الاستروجين والبروجستيرون شو يقول؟ يقول قبل فتره الفوليكولار فيز قبل الاباضه الاستروجين يكون عالي، ليش يكون الاستروجين عالي؟ ليش يكون الاستروجين عالي؟ يعني شوفوا هنا وكان طبيعه تقريبا طبيعه هنا انترميديت وصل لي هنا الدور هذا بعد ما ينقدر صار هاي كونستريشن بسرعه صعد لي فوق، ليش صعد لي فوق بسرعه؟ صار هاي كونستريشن على مود يسوي لي بوزيتيف فيدباك على ما على البيتوتري جلاند على مود يزيد لي افراز ال اتش. ليش زيد الافراز ال اتش؟ على مود يسوي لي شنو؟ على مود يسوي لي اوفيوليشن، وراها راح يقل الاستروجين ينزل يجي والاستروجين ينزل الدور بعد ما له علاقه بيه زين. ورا الاوفيوليشن قلت لكم البروجسترون راح يزيد، شوفوا البروجسترون زاد والاستروجين قل. ليش زاد البروجسترون ورا الاباضه؟ على مود يشتغل شغل عكس شغل الاستروجين، لانه ورا الاباضه احتمال شو يصير؟ يصير اكو فيرتلايزيشن، فلازم شو اسوي؟ اسوي اول شيء اقلل الموتاليتي، اسد السيرفكس، امنع دخول سبيرما جديده تمام، والى اخره من تاثيرات البروجسترون اللي هي تكون تقريبا معاكسه لتاثيرات الاستروجين. وهذا الحقل الاخير شوفوا هنا هاي نهايه المنستروشن الاولى، وراح بيد الفوليكولار فيس ونمت نمت نمت شويه الطبقه مالت اندوميتريوم اوكي نمت صار اوفيليشن هنا نمت وصلت الاقصى حد، وراها ماكو حمل تحول الكاربوس نيوتيوم الى كاربوس البيغانس وهذا صار بها شيدنج وراحت طلعت على شكل دم لبر تمام. هذا الكلام اللي حكيته كليته موجود هنا على شكل نقاط انا مسوي لكم اياه زين. هذا اليوتيال فيس تعرفون اليوتيال فيس هنا شو يصير؟ البروجسترون هو اللي راح يشتغل بمكان الاستروجين مو لولا قلت لكم من ساعه اللي هو ما بعد الاباضه، فراح يؤدي لي الى شغل البروجسترون اللي هو ايش راح يسوي لي؟ اكيد راح الفالوبيان تيوب يخلي بي موتايلتي. ليش يخلي بي موتايلتي؟ على مود ينزل البيضه الملقحه ينزلها لي جوا بقى يخليها بعد تتحرك اوكي، ينزلها لجوا على مود يصير بيها امبلانتيشن بيمن بالوول اوف ذا اوف ذا يوترس تمام. الميوميتريوم يصير بيها ثيكنينج اكثر الميوميتريوم، وهم يسوي بيها موتايلتي بس الموتايلتي يقللها بس على مود تنزل البيضه اللي جوا البلاستوسايت ويصير بيها بلانتيشن ويقطع الموتايلتي اوكي. الاندوميتريوم هم يسوي ثيكنينج هواي، شوف هنا الموتايلتي قال له خاف انا كنت ما متبها وحكيت بطريقه مختلفه قلت لكم انه بعدين راح يقل قال له. الميوميتريوم قلل الموتايلتي هم بس هذا السهم طافر ما ادري وين للشام الموتايلتي قال له. فارثر ثيكنينج يعني زايد الثيكنينج وزايد السكريشن وزايد السبايرال ارتري تمام. سيرفايكال ميوكس ثيكنينج على مود يمنع سبيرم، اسيفيكيشن على مود يكتشف شكو سبيرم جايه جديده، انهبيت سبيرم ترانسبورت نفس ما قلت لكم. هنا مندلي كاتابوليك، ليش؟ باليوتيال فيس، ليش صار اكو كاتابوليك يعني عمليات هدم؟ ليش؟ انه ممكن اذا صار اكو زرع فراح تبدي يستهلك الجسم يستهلك، يعني شلون؟ اذا انزرع الجنين بعد بجدار الرحم صاروا نفرين. قبل هي كانت بس الام نفر واحد، هسه النفر والجنين، ام وجنين نفرين. بالتالي راح تريد اكل وغذاء وشغل مال شنو هو نفرين، فراح تقوم تستهلك هواي لذلك نسميه بالكاتابوليك تمام. الليفيت البادي تمبرشر راح تزداد تمام. كذلك اذا ما صار حمل هم يصير كاتابوليك، ليش؟ انه راح تنزل هذا اللي شكو شيء سويت له جروث الميوميتريوم السبايرال اثر كلها راح تموت وتنزل لي جوا، تنزل عن طريق على شكل بلاد، فهذا معناها كاتابوليك هدم زين. ويصير اكو شو اسمه ايون ريتينشن اللي هو مثل الصوديوم والووتر، لذلك نشوف انه الامراه اللي تجيها مثلا المنستروشن شويه يصير عندها انتفاخات بوجهها
مو نشوف وإنما هنا يعرفون أكيد غير. صار انتفاخات بوجهها مثلا بإيديها كأنه سرعتها شوي تسمن تدقل هيك. نا الفوليكل شوف هاي الفوليكل ستي إنه بعد تبقى يوم كامل وراء الإباضة شوف إذا أكو فيتلازيشن أكو ماكو فيتلازيشن راح يتحول مثلا الجسم الأصفر إلى جسم أبيض البيضة تنزل وتموت وتروح وإلى آخره. نا suddenly fall in the progesterone and estrogen level يعني يقول إذا ماكو إذا وراء يوم كامل وماكو عملية تلقيح بهاي حالة الأستروجين والبروجسترون فجأة ينزلن والكاربوس اليوتيوم يتحول إلى كاربوس البيغانس وتعيشون وتسلمون وهاي الشغل اللي بنيناه كله راح يتحول ينزل على شكل بلد وينزل عن طريق الفجاينة. أوكي فشوف هنا الاليبريت سيكريت إبيثيليوم of the endometrium collapse يعني شكو خلايا إفرازية راحت كانت موجودة بالإندوميتريوم راح تموت تمام. الخلايا اللي كونتها آن جديدة thickening اللي صار راح يصير بأبوبتوسيس تمام. بعد راح يصير اكو شيدنج يعني كشط هاي قشط يعني تمام. انما الخلايا اللي انا كونتها جديده هو الثيكنينج اقشطه يطلع على شكل دم برا تمام. حتى يعني بالاثناء المنستروشن اثناء البليدنج اللي ينزل مو بس دم يطلع دم وهيك اكو شلون الشاش الاحمر اوكي يطلع هيك مثل الشاش الاحمر اللي هو هذا دليل على وجود الشيدنج اوف ذا سيل هو عباره عن قطع من الخلايا زين تنزل هيك على شكل يعني قطع دائرية مثلاً أو هيك شون الغشاء شون الماسك اللي يخلونه على الوجه هيك في هذا الرق بس بشكل أحمر. بعد سبايرال آرتري إيش راح يصير بها السبايرال آرتري اللي هو الأوعية الدموية اللي كونتها أن جديدة هاي إيش راح يصير بها كولابس تنغلق وحدها تمام هيك تلم نفسها وتنغلق مو كلوت ما يصير بها كلوت لا تنغلق وحدها تمام. شلون هسه القلم عنده قلم جاف هاي كلهم مسويين إحنا جوز بالشتاء نيم إذا جبنا صوبة نجيب القلم الجاف الموعة الطرف مالته بالصوبة فمن موقع طرف مالته بالصوف شو لاحظ انه الطرف شنو هو الطرف التم هيك يتكعور مثل ما نقول ونسد وحده فهذا نفسه هيك يصير بي كولابس زين هذا نفسيته نفس اللي قلت لكم بيه انه بدايه السايكل الاستروجين والبروجستيرون راح يكون هي مثبطات بدايه السايكل ليش هنرجع لكم لهنا بدي اوضح لكم اياها هاي هنا شوفوا هاي بدايه السايكل بدايه السايكل يعني نهايتها كانت يعني كنت بيوم 28 توني رحت اليوم واحد ليش قلنا احنا بنهاية الدورة ايش راح يكون الهرمونات الجنسية كلها مثبطة فباليوم الاول هم تكون الهرمونات يوم ايش اسمه مستواها قليل فمن اليوم الثاني والثالث هلا تبدي تزيد شوية تمام فهذا اللي يقصد بيه ولو الفيديو طال بس يلا خلوه في اثنين والله كريم زين جي ان ار اتش سكريشن از ريليز فروم ذا انهيبيشن يعني جي ان ار اتش هو قبل كان مثبط هسه راح يتفعل مرة ثانية زين وراها الالاتش والاف اس اتش راح يزدادون هنا يقول اف اس اتش فولويد باي الالاتش كوسز فوليكول تو جرو هاي ندري بيها وهاي كليتها يعني نصل ما بيها شيء هذا ستارت سايكل ستارت باي اف اس اتش ذكرنا بالليكشر الاول من اخذناه قلت لكم هذا السؤال مو مكانه هذا مكانه هسه لانه هو السايكل تبدي بالاف اس اتش يعني الاف اس اتش هو اللي راح يطور الفوليكول اكو اف اس اتش طور الفوليكول والفوليكول بعدين صار بيها اوفيوليشن والاوفيوليشن سوى لي كاربوس ليوتيوم والكاربوس البيغانس والى اخره ماكو اف اس اتش الفوليكول ما تتطور اذا ما طورت الفوليكول معناها السايكل هاي كلها ما موجودة. يقول من يوم 12 إلى يوم 14 تمام اللي هو البري أوفيليشن بري أوفيليتري فيس هنا يصير أكو بوزيتيف فيدباك يعني الأستروجين يكون هاي كونستريشن إذا صار هاي كونستريشن راح يدير إلى تأثير على بوزيتيف فيدباك على ما على الألاتش والإف إس إتش بالتالي راح يزدادون الألاتش راح يزداد على مود يسوي شنو هو أوفيليشن بينما الإف إس إتش راح يثبط عن طريق الإنهيبين. After ovulation يقول الالاتش بروموت استروجين اند بروجسترون سكريشن فروم ذا كاربوس ليوتيوم يعني الاستروجين والبروجسترون راح يفرزون من الكاربوس ليوتيوم بتاثير الالاتش لكن الاستروجين راح يكون شكله اقل او كميته اقل من البروجسترون من يطلع البروجسترون بكميه كبيره راح يؤدي الى تثبيط الاف اس اتش وبالتالي يثبط عندي الاستروجين يعني قلت لكم شغلهم متعاكس زين ب 14 day after ovulation يعني ال 14 يوم اللي باقيات ورا الاوفيليشن معناها اليوتيال فيس شي يقول in the absence of the pregnancy هذا الكاربوس اليوتيوم راح يتحول الى كاربوس البيغانس تمام وبالتالي يقول triggering of the menstrual bleeding يعني اللي راح يبدي تنزل الدوره او relieves inhibition on GnRH FSH and LH triggering هاي نفسها معناها انه راح يصير اكو inhibition من GnRH راح يقل FSH راح يقل LH راح يقل لانه بعد ما عندي حمل وراح تبدي الدوره من جديد. يقول في حالك شو اسمه conception في حالك وحمل بهاي الحاله لا هاي الحالة راح ينزرع الامبريو
اللي صار بالامبلانتيشن راح تكون عنده بليزنتا. البليزنتا اللي تكونت راح تبدي تتطور شويه شويه البليزنتا فتفرز لي ما يعرف بال HCG اللي هو الكوريونيك جونادوتروفين. هذا الكوريونيك جونادوتروفين راح يؤدي للحفاظ على ما على كارلوس ليوتيوم ما يخليه يموت ويتحول الى كارلوس البيغانس. فيبقى هذا الكاربوس ليوتيوم بفعل ال HCG اللي هو يصعد من البليزنتا تمام راح يبقيه على مود الكاربوس ليوتيوم يبقى يفرز البروجستيرون والاستروجين اللي في دني الجنين اوكي ويحافظ لي عليه لحد الشهر الخامس تقريبا اللي هو 14 الى 12 ويك ورا الحمل. بذاك الوقت الكاربوس ليوتيوم يتعب يموت فمن يولي يحل مكانه اللي يحل مكانه البليزنتا. البليزنتا تقوم تفرز الهرمونات الجنسيه اللي هي البروجستيرون والاستروجين. طاقه السالفه فاختبار الحمل نسميه بالاس جي بالاس سي جي و بي تي و برجنسي تيست. لكن مش شوف حصون بي فحصون بي هذا الهرمون اذا كان موجود بوزيتيف معناه شنو معناه اكو حمل مو بوزيتيف معناه هذا ماكو حمل. هذا نفس المخطط اللي حكيناه من الساعه وهذا المخطط ماخذينه وين بالذاك السيشن. هذا المخطط هم ماخذينه بذاك السيشن وهذا هم ماخذينه بذاك السيشن وخلصنا بس دهني اوكي تمام. بس هنا قلت لك ذكرون قلت لكم ركزوا لي انه بالبري او فيوليتري لازم اصعد الال اتش اني مو لولا. فشلون الهاي كونستريشن اوف ذا استروجين راح يؤدي الى تاثير على بوزيتيف فيدباك على الجي ان ار اتش وعلى وعلى الال اتش وعلى الاف اس اتش ثلاثتين. فراح يزال عندي الال اتش. اذا زال عندي الال اتش سميه بالسيرج راح ياثر على الفوليكول على الثيكا انت الثيكا سيل الثيكا صار راح تتهدم بفعل الكولاجينيز. هذا الكولاجينيز ايش راح يسوي لي؟ راح يؤدي الى تكسير الثيكا وصار عندي اوفيليشن. هاي اول خطوه. ثاني خطوه انه الال اتش هم راح يطلع عليه ريسبتر فوق الجرانيولوسا سيل. من ساعه قلت لكم انه الثيكا سيل بها ال اتش والجرانيولوسا سيل بها اف اس اتش ريسبتر. لكن ورا الاباضه لا الاف اس اتش عفوا الجرانيولوسا سيل راح تحتوي على ريسبترين اللي هو الال اتش والاف اس اتش. ليش؟ على مود زيد كميه الاستروجين. فخذ زيد كميه الاستروجين يسوي هاي. من يصير هاي راح يؤدي الى زياده الال اتش. من يزيد الال اتش راح يسوي اوفيليشن. هيك عمليه متتاليه يعني اوكي زين. ورا الاباضه بعد الاف اس اتش ما احتاجه. ايش اسوي؟ اطلع الهيبين. الهيبين من يطلع من كاربوس ليوتيوم شي ثبط ثبط الاف اس اتش. يبقى بس الال اتش عالي اللي راح ياثر على الكاربوس ليوتيوم على مود يفرز لي بروجستيرون. هيك الامور. هذا الشغل مال التستوستيرون تدرون بي نفس الشغل نفس المخطط اللي اخذناه سابقا. جي ان ار اتش اذا زاد راح يؤدي الى زياده الال اتش والاف اس اتش. اذا قل راح يقلل الال اتش والاف اس اتش تمام. الال اتش والاف اس اتش اذا قلوا ماكو تستوستيرون. اذا زادوا اكو تستوستيرون تمام. هيك يعني فقط. يقول اذا سبيرماتوجينيسيس السبيرما هذا هم شرحت لكم اياها سابقا. السبيرماتوجينيسيس اذا كانت عاليه فبالتالي راح ينفرز الانهبين مباشره راح يؤدي الى تثبيط الاف اس اتش على مود ما يدخل لي التستوستيرون الى داخل السيرتوريسر على مود ما تتكون عندي سبيرماتي هواي. هنا وصلنا لنهايه هذا.